اهلا بحضراتكم من جديد. ضمننا في استاد الاهلي الناقد الصحفي الاستاذ بلال، ناقد في مصر العربيه ومحل اداء الاستاذ ايمن محمد. اهلا بيكم. اهلا بيك يا منورين. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن، وانا مبسوط ان حضرتك النهارده. اهلا بيك. ايه عندك النهارده؟ كل خير ان شاء الله باذن الله. عندنا النهارده الاداء المنتخب الكاميروني، طبعا طبعا الناس كلها مترقبه. منتخب الكاميرون هل هو مرعب بالطريقه اللي احنا شفناها امام منتخب الغاني، ولا المنتخب الكاميروني في عنده نقاط قوه؟ مرعب ولا مش مرعب؟ بالنسبه لنا غير مرعب على الاطلاق. وانا معاك ليه؟ لا انا شايف اللي باذن الله ان شاء الله حظوظنا احنا اكتر في حصد اللقب باذن الله، خاصه بعد الثقه اللي احنا اكتسبناها. يعني الناس كتير ما كانتش متفائله ان احنا نوصل للنهائي بعد الاداء اللي اتقدم وبعد المجهود اللي اتبذل. اللعيبه مش هتفرط بالسهل في الموضوع ده، والمنتخب الكاميرون الانسب لينا من حيث تحقيق اللقب باذن الله ان شاء الله. الحمد لله. طب ما تيجي ناخد يعني نلمس كده بسرعه كده على المباراه الثالث والرابع النهارده. تمام. غانا وبوركينا، شوف رايك ايه في المباراه دي. مباراه اولا طبعا اللي قرر الاتحاد الافريقي انها تلعب في بورت جنتيل اللي هو الملعب السيء اللي تم اصابه فيه عدد كبير جدا من نجوم المنتخب المصري وعدد من نجوم المنتخب الغاني، كان ابرزهم اسامواد جيان وبابا رحمن. كان قرار غريب جدا، يعني انت المفترض انت يعني حتى في دور الثمانيه كنا بنقول مثلا انت مجبر عشان خاطر الاول والثاني، ظروف الاول والثاني وكانت الوقت ضيق، لكن انت بعد ما لعبت السيمي فاينل وكانت عندك فرصه كبيره جدا انك انت تبعد عن هذا الملعب السيء الذي لا يخدم متعه وجمال كره القدم، كان شيء صعب جدا. منتخب الغاني يعود الشكل العام يبقى حلو. طبعا اكيد طبعا. فان هو يرجع ثاني يلعب في بورت جنتيل ده كان قرار سيء جدا، ويقضي على يعني على جزء كبير من متعه اللعب اللي كانت منتظره النهارده في مباراه قويه. اعتقد انها تكون مباراه ثقريه ما بين منتخب الغاني ومنتخب البوركيني اللي تغلب عليه المنتخب البوركيني في البطوله اللي قبل الماضيه عام 2013، وكان كسب المنتخب الغاني في السيمي فاينل وحرمه من الوصول للمباراه النهائيه قبل ما يخسر امام المنتخب النيجيري 1-0 في البطوله قبل الماضيه. طب تفتكر ليه اختاروا الملعب ده؟ يعني هم عايزين مثلا يعني يبوظوا صورتهم مثلا؟ مش عارف. ما فيش تفسير غير ان القرارات يعني كانت غير مدروسه، وما كانوش متوقعين ان الملعب يكون سيء بهذه الدرجه، وما كانش عندهم الشجاعه الكافيه ان هم ينقلوا القرار ان ينقلوا الملعب حتى في المدينه الثانيه الاخرى. مش لازم كنت تلعب حتى في ليبرفيل اللي هي المدينه اللي هيقام عليها ملعب الصداقه اللي هيقام عليها النهائي بكره ان شاء الله. كان ممكن تلعب في المدينه الاخرى اللي اقيمت فيها مباراه مصر وبوركينا، اللي هي على اعتقد ان هي ترانسفيل على ما اعتقد يعني اسمها كده كان صحيح. يعني كان هيوفر عناء ومجهود وتعب كتير جدا، وكان ممكن يوفر كمان متعه منتظره ما بين الفريقين، وان كان الفريقين طبعا الاحباطات هتكون مسيطره بعض الشيء على خصوصا المنتخب الغاني اللي كان طموحه اكبر من كده، خصوصا بعد صعوبه موقفه في المجموعه تصفيات كاس العالم من المنتخب المصري. وبالتالي كانت يعني هتبقى نقطه فاصله في مشوار الفريق نحو تصفيات المونديال. شايف البطوله كانت واجهه مشرفه لافريقيا قدام العالم؟ هي بطوله تنظيم الملاعب، سيبك من الناحيه الفنيه نتكلم عليها. من حيث تنظيم الملاعب طبعا كانت بطوله سيئه جدا. فكره انك انت تسخن في اوضه اللبس او في الملاعب او في المنطقه الخضراء اللي موجوده تحت سفح الملعب، طبعا اعتقد انها طبعا لازم تكون نجيل صناعي، وبالتالي النجيل الصناعي ده بيعمل تيبس في العضلات. طبعا انت ادرى مني يا كابتن بالموضوع دوت. فهذا الموضوع كان بيؤثر بالسلب على فكره دخول اللعيبه للاجواء بشكل جيد في البدايه، بتحرم حتى اللعيبه من ان هم يدوسوا على ارضيه الملعب. فكره انك تدوس على ارض الملعب ده وتتمرن عليه بشكل جيد، او حتى تعمل عمليه الاحماء، بيخلي فيه ما بينك عارف انت خلاص انت حفظت الملعب الى حد ما، وتقدر تلعب عارف ان الملعب دوت الملعب نجيلته عاليه، هتستخدم الكرات فيه بشكل معين، النجيله بتاعته قصيره فهتجري انت بشكل معين. التمرير حتى على ارض الملعب اثناء حتى عمليه التسخين برده كان بيفرق. ممكن لاعب صانع الالعاب مثلا
هيبقى عارف ان الكره محتاجه انها تبقى محتاجه قوه شويه، لا دي محتاجه انك انت الباصه تبقى اهدى شويه عشان خاطر اديها لزميلي. طبعا اسمها تسخن في مكان وتنزل تلعب ماتش بالتاكيد، يعني لازم تنزل الماتش الملعب عشان تاخد حساسيه الملعب، تشوف في حته بايظه في حته مش بايظه، تجري في المساحه اللي بتجري فيها طبعا لازم. بالتاكيد، فاعتقد ان تنظيم البطوله كان ممكن يكون افضل من كده، خصوصا في عمليه، لان على ما اتذكر قبل 20 سنه تقريبا في بطوله بوركينا فاسو كانت البطوله كلها اقيمت على 3 ملاعب، يعني كانوا 4 مجموعات واقيموا على 3 ملاعب، وكان عادي جدا انك انت بيبقى تلاقي مجموعه او مجموعتين بيلعبوا على نفس الملعب مفيش مشكله، بس كانت الملاعب افضل كتير من الملاعب اللي كانت موجوده، خصوصا الملعب السائق في برج الجنتيل. استاذ بلاي، ايه رايك برضه؟ عايز برضه اخد رايك برضه على تنظيم البطوله والشكل العام. طبعا دي بطوله كل العالم بيبص لها، فايه رايك فيها تنظيميا؟ ملاعب، الشكل العام؟ هاخد من كلام حضرتك يا كابتن ميدو، يعني انا من وجهه نظري اختيار الجابون غير موفق للغايه نهائيا، في ظل ان الجابون كانت لسه منظمه البطوله من مثلا من 2 3 سنين بالاشتراك مع غينيا الاستوائيه او غينيا بيساو غينيا استوائيه. فانا من وجهه نظري اللي انت كان مثلا بلد بحجم الجزائر كانت مقدمه اللي هي تستضيف كاس الامم الافريقيه 2017 هي اللي كانت الاحق باستضافه هذا المحفل. عدينا المرحله دي خلاص. يعني الاحق ده يعني الشكل اللي طلعنا بيه من البطوله، الشكل اللي طلعنا بيه البطوله، واحنا وصلنا للعالم كله ان لا، ان القاره الافريقيه لسه في سنوات ضوئيه ما بينها وما بين القاره، سواء مش هنقول اوروبا هنقول اسيا. حضرتك بتشوف كاس الامم الاسيويه مقامه مثلا في افضل الملاعب، فرق شاسع ما بين الامكانيات هنا وهنا. الناس لازم تفهم ان الملاعب او البطوله اللي انت بتنظمها البلدي لازم يبقى الاختيار من المسؤولين عن الكوره في القاره بيكون جيد، عشان انت بتسوق قارتك، مش مجرد ان انت بتسوق بطوله بس. احنا نتمنى ان انت كل مره طبعا ان انت كاس العالم يبقى موجود في القاره الافريقيه، مش هيطلع مثلا كل مثلا 30 40 سنه مثلا تستضيف مره واحده بس. طبعا ده اختيار غير موفق من المسؤولين في الكاف، ملوش مبرر من عيسى حياته من المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي. كان لازم ان انا قبل اي حاجه ادرس كويس جدا امكانيات وظروف البلد دي، هل هي قادره على ابسط حاجه، يعني ابسط حاجه ان انا اطلع صوره شكلي كبلد منظم او شكلي كافريقيا عموما قدام الناس، خصوصا بطوله كبيره جدا، يعني بطوله كبيره جدا الناس كلها بتستناها، فلازم ابسط حاجه ان انا اطلع شكلها بس، يعني الناس تقول ان احنا يعني بدانا ندخل. في معلومه كمان مهمه جدا، الاتحاد الافريقي دايما كان لما بيجي يسال ليه البطوله بتاعتك بتنظم في شهر يناير، كان بيقول عشان خاطر الاجواء في غرب افريقيا او في جنوب القاره بيكون الوقت دوت هو المناسب، وان انا صعب جدا اعملها في الصيف. نسبه الرطوبه النجيله لا نسبه الرطوبه كمان أعلى في البطوله طبعا. السنه دي او في الجابون في الوقت دوت بتوصل في بعض الاحيان الى 89%، ف 89% معنى كده انك انت غير قادر على التنفس بشكل جيد، فده بيخلي اللعيبه تبذل مجهود اكبر وبالتالي يكون المردود الفني اقل طبعا. فدي طبعا كانت معلومه مهمه جدا، ان كمان لازم الاتحاد الافريقي في اختيار الميعاد يكون عارف نسبه او الطقس، يكون هل الطقس مثالي لتقديم بطوله بتمثل افريقيا ومن اجلها بيترك يعني ملايين الدولارات من اللعيبه او اصحاب اللعيبه اصحاب ملايين الدولارات في البطولات الاوروبيه بالزبط عشان يجوا يلعبوا في هذا الجو، وبعد كده ما بتخرجش البطوله بالشكل اللائق. فدي طبعا معلومه مهمه جدا لازم الاتحاد الافريقي يضعها في الاعتبار في الفترات القادمه، انه ياخد باله حتى من درجات الحراره، زي ما الاتحاد الدولي اكبر دوله قطر انه يبقى في ملاعب مكيفه، او ان حتى في ضغوط تبقى موجود انك انت تنقل البطوله من او تغير ميعاد البطوله من شهر يونيو ويوليو الى شهر يناير وفبراير. فدي عشان خاطر الاتحاد الدولي مهتم بجماليات اللعبه، فكان مصمم او بيجبر الدوله المنظمه انه توفر يا اما اجواء مناسبه لاداء البطوله وتخرج تمثل الكرة العالمية بشكل جيد، يا إما أن أنا هأجبرك على تغيير الميعاد عشان خاطر البطولة تشرف العالم أو تكون متعة فعلا كروية لجميع أنحاء أو لجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم. طبعا أنا معاك، وفي حاجات كتير قوي لازم يبصوا لها ولازم يعيدوا النظر ليها تاني. أروح لأستاذ بلال تاني، شايف المباراة إزاي؟ زي ما قال الأستاذ أيمن إن هي مباراة سقرية، أنت شايفها إزاي من الناحية الفنية في الأجواء اللي إحنا فيها دلوقتي؟ أنا شايف إن منتخب بوركينا هيكون الأقرب للفوز النهاردة في ظل الظروف اللي شفناها، ظروف المنتخبين قبل الماتش. منتخب بوركينا منتخب من وجهه نظري من اقوى المنتخبات الموجوده في القاره دلوقتي، بيمتلك مدير فني طموح، مدير فني فاهم خبايا الكره الافريقيه، يمكن ده اللي بيعاني منه حاليا المنتخب الغني اللي بيمتلك وبيصغر العديد من النجوم، الا انهم معاه مدير فني
ما اشتغلش في افريقيا قبل كده، ما ينفعش، مش عارف طبيعه الاجواء الافريقيه، مش فاهم يعني ايه كره افريقيه. يمكن في تقارير انتشرت قبل ساعات من انطلاق المباراه ان افرام جراند المدير الفني للمنتخب الغاني هيرحل عن المنتخب بعد نهايه البطوله في ظل فشله وفي ظل نتائجه السيئه مع المنتخب الغاني. شايف ان يعني من عداله كره القدم ان بوركينا هي اللي تكسب في ظل عشان خاطر هي ادت كل ما عليها في البطوله. بنتكلم ان هو من العدل يعني ان هي تاخد مركز يعني من العدل اللي هي يعني من العدل ان من عداله كره القدم ان بوركينا تستحق هذا المركز اكثر من المنتخب الغاني. الحوافز البوركينيه هتبقى اكثر كتير جدا على المنتخب الغاني اللي هيبقى داخل الماتش محبط للغايه. يعني منتخب غانا كان امله كل امله اللي هو يوصل للمباراه النهائيه على الاقل اللي هو ممكن يصالح جمهوره في ظل صعوبه موقفه في مجموعه تصفيات كاس العالم. هتلاقي ان انت الوضع متازم، منتخب مصر متصدر، مش بالسهل المنتخب مصر هيفرط في ظل واقعيه كوبر اللي ماشي بيها، في ظل ان كوبر هنتكلم يعني فالمنتخب الغاني كان امله كل امله اللي هو يحقق يوصل للنهائي. فنفسيا اللعيبه حضرتك كنت لعيب وفاهم نفسيا وانت نازل خلاص انت ما وصلتش للهدف اللي انت عايزه، فنفسيا يعني انت في ظل الاجواء دي شايف ان منتخب بوركينيا الاقرب. على الاثنين، على الاثنين يعني برضه بوركينا فاسو برضه يعني نفسيا واعيين جدا. بوركينا فاسو اعتقد ان هم نفسيا اكتر لان بوركينا فاسو الامل بتاعهم زاد قوي في ظل العروض القويه اللي هم قدموها للناس. لا بس انت لو تلاحظ من تصريحات بارو دوراتي بعد ماتش مصر قال لك ان اللعيبه بتاعتي ادت بشكل كبير جدا واللعيبه بتاعتي الحق وهي اللي كانت المفروض اللي باين يا كابتن من تصريحات المدير الفني. انا شايف يعني موصل للاعيبته لا انتوا عملتوا كل اللي عليكم، لكن هو القدر او سوء الحظ ما اردش ان احنا نتاهل المباراه النهائيه، فهيبقى هيعمل على هيشتغل على الحافز ده تاني، هيجدد الـ الامل عند لاعيبته. احنا جايين هنا عشان نستمتع، وهو من المدربين الفنيين اللي زي ما قلت لحضرتك خبير في الليله في الكره دي، عارف امكانيات لاعيبته كويس جدا. يمكن بارو دوراتي هو اللي مؤسس المنتخب ده من قيمه مثلا اربع خمس سنين ورجع اشتغل على الشغل بتاعه تاني. فاهم قوي كويس قوي امكانيات لعيبته، عكس تماما فرام جراند الذي من وجهه نظر انا يعني منتخب الغاني كبير اللي هو كبير عليه فرام جراند. مع انه كان مدرب ماسك تشيلسي يعني مدرب ماسك فرق كبيره. طب هروح لك برضو بسؤال يعني لفت نظري ليه بلال. في حاجة اسمها إن أنا مش خبير بالكرة الأفريقية أو بالكرة الأوروبية كمدرب عالمي؟ يعني في حاجة اسمها كده؟ في بعض المدربين بيحبوا يشتغلوا في ظروف صعبة، هو مفيش فرق ما بين الكرة الأفريقية أو الكرة العالمية، هي كلها كورة، خصوصًا مع مصطلح الجلوباليزيشنز اللي هو أصلًا موجود دلوقتي أو متوغل في كرة القدم، إنك أنت كل اللعيبة بتحترف في كل الدنيا. يعني بالزبط. لو هناخد مثلًا مثال بسيط، الصين، الصين استقطبت السنة دي أو في فترة الانتقالات الماضية بس أوسكار من تشيلسي، كان قبليه راميريز من تشيلسي، نجوم كتيره جدا، كارلوس تيفيز على سبيل المثال برضو جاي من بوكا جونيورز. طبعا بيدوا فلوس هناك غريب، ما بيجيبوش مقلمين، مش عايزين نقول الفلوس اللي بياخدوها كام اللعيبه عشان احنا خلينا فطبعا الصين يعني الصين كمان بتستقطب ثقافات مختلفه عشان خاطر تعمل دوري قوي او تعمل كوره بشكل جيد. المدرب العالمي فكرته ان انت مدرب عالمي بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو اشتغل بره، ماشي اوكي جرانت اشتغل بره، رينار اشتغل بره، كل المدربين بيشتغلوا بره. هي فكره مدرب عالمي ان هو بيحقق نتائج مع فرق كبيره، هي دي الفكره او المصطلح او الانطباع اللي بيترسخ في ذهن المشاهدين. لا، المدرب العالمي ممكن في مدرب عالمي مثلا زي بيلسا، مارسيلو بيلسا دوت مثلا اللي هو من عرابين كره القدم في كره في العالم كله، ارجنتيني ومع ذلك لم يحصل على بطولات. هو مش شرط يعني المدرب لما يقنعني باسلوبه ايمن، يقنعني باسلوبه، يقنعني بشكله، يقنعني ان هو بيبني لي فرقه ما اخافش عليها حتى لو ما خدتش بطوله. انا من وجهه نظري كده هو ده المدرب الناجح. اكيد طبعا، لكن انا ممكن اخد بطوله باي لك وبعد كده هقع. يعني دايما جرانت على سبيل المثال كان ما بينه وما بين تشامبيونز ليج ضربه جزاء لولا جون تيري اللي ضيعها في موسكو، فكانت كان قريب ان هو يحط حتى اسمه. روبرتو دي ماتيو السنه اللي بعديها او السنه اللي بعديها اللي بعديها يعني بعديها بسنتين كسب البطوله وما عملش على النتائج قبليها وما عملش نتائج بعديها. بالظبط، يعني دايما بقول فالمعيار بتاع البطولات مش هو المعيار الوحيد لوصف كفاءه المدرب. انا معاك، انا بقول لك انا دايما بقول يا ايمن بلال، دايما بقول ان احنا لما ناسس صح ونصبر
وندي الراجل طالما هو بيدينا شكل عام وبيدينا بيأسس لنا فريق، ليه لا؟ ليه ما نديلوش وقته؟ اللي بيأسس صح بيجني ثمار في الآخر، غير لما تأسس غلط وتجني ثمار في الأول هتقع، هتقع في الآخر. وده اللي أنا دايما بتكلم فيه. يعني احنا بنتكلم في حاجة مهمة جدا كنت عايز أسألها، لكن برضو ما جاوبتنيش برضو على سؤالي. هل في مدرب لازم يبقى خبير بالكره الافريقيه، لازم يبقى خبير بالكره الالمانيه، لازم يبقى خبير بالكره الايطاليه؟ لا 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 اطلاق، ما تقليش اي مدرب ناجح. هدي لك فرصتك زي ما انت عايز، بس هاخد اجابه ايمن الاول. لا انا مش مؤمن بالموضوع دوت، لان مثلا على سبيل المثال لو احنا هنتكلم عن مدرب مثلا يعني مدرب جه في الكره الافريقيه وحقق انجاز من اول مره، كان كلود لوروا. بالظبط، تمام. وبعد كده استمر حقق نجاحات وحقق اخفاقات برغم ان هو خبير. لو الموضوع بالخبره او بالاقدميه كان كلود لوروا خد الكره مع توجو. اول ما جه برده رينار، اول ما جه عمل برده اداء، وبعد كده كمل بالحصول على البطوله 2012. بالظبط، خرج من البطوله اللي بعديها في الدور الاول. البطوله اللي بعديها جه كسب مع بوركينا، السنه دي طلع من بالمغرب من دور الثمانيه. فلا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. رد خصوصا خلي بالك ان الكره الافريقيه دلوقتي بقت معظمها محترفين بيجوا لك يلعبوا في افريقيا. يعني هو اللعب هي بس نقطه واحده بس، يكون المدرب عنده القدره ان هو يتعامل مع الظروف المختلفه او الظروف الصعبه. بس العوامل الخارجيه، لان في طبعا في اجواء موجوده في افريقيا غير اللي موجوده بره، اللي هم معتاد عليها في التنظيم او في الملاعب او الحاجه او بعض الاشياء دي. لكن حتى في اوروبا، انا على سبيل المثال متذكر مثلا في 2010 حصل بركان ايسلندا الشهير، واضطر برشلونه انه يسافر لايطاليا بالقطر. حوالي مثلا كان انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ممكن الساده المشاهدين طبعا يعني ما يكونوش عارفينها، وده طبيعي جدا. المدرب الصغير، المدرب الكبير، لازم يبقى عامل حساب على حاجه اسمها الظروف الخارجيه او العوامل الخارجيه، العوامل اللي بتطرق عليه فجاه مبقاش عامل حسابها، زي الموقف انت بتقول عليه ده. هسمع اجابتك، بس نطلع فاصل ونرجع لكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. كان في جدل في الاستوديو بين الاستاذ ايمن والاستاذ بلال السيسي على هل في مدرب ينفع يمرن في افريقيا وما ينفعش يمرن في اوروبا او العكس. فالاستاذ ايمن قال لي لا ما ينفعش، وانا بصراحه معاه. يعني احنا دلوقتي اتنين على بلال. رد بقى براحتك. اقنعك انا متابع. اقنعني احنا الاثنين. بص يا كابتن، دلوقتي يعني انا من وجهه يعني اللي اقصده ان في مدرب يقدر يتكيف او يتعايش مع الاجواء الافريقيه اللي هي العوامل الخارجيه. خلينا نقول العوامل الخارجيه. جميل جدا. ده يعني مثلا ده اي مدرب في اوروبا او اي مدرب اشتغل في اوروبا كل الظروف متاحه ليه. طب معلش، يتكيف هو شخصيا ولا يتكيف كمدير فني الفرقه؟ لا، يتكيف هو شخصيا، ده اللي بتفرق كده. طب انا اجيب مدرب افريقي بقى قبل، يعني انا اجيب مدرب اقول له انا تعالى كده كابتن نحسبها شويه. طب تعالى كده كابتن نحسبها شويه مثلا. يلا. كم مدرب من بره مثلا، من بره افريقيا، لو جينا حسبناها هتلاقي هم نفس المدربين اللي شغالين في القاره بيتنقلوا من المنتخب ده للمنتخب، هيرفي رينا زامبيا، كوت ديفوار، المغرب، كلود لوروا، هتلاقي الكونغو، هتلاقي مش عارف شويه الكاميرون. هم نفس الاسماء، مفيش اسماء جديده بتدخل، ومفيش حتى الاسماء اللي بتطلع زي هيرفي رينار لما طلع وراح درب في فرنسا مع ريال فرنسي ما حققش نجاحات. انا عندي يعني اعتراض على الحته دي، او عندي كده. يعني حاجه صغيره انا برضو كنت بقولها دايما، بقول ان ده اسلوب مدرب ما بيعرفش ينجح بره. احنا في افريقيا هنا ممكن تنجح وبتاع الحياه جميله، لكن تطلع بره بقى في حياه الاحتراف الكروي ممكن تفشل، تبقى دي ترجع لك، يبقى انت مش ناجح اساسا. من وجهه نظرك كده يا كابتن، جوزيه مش ناجح؟ مانو جوزيه مش ناجح؟ انت بتورطني على الهواء. ده حبيب قلبي يا سيسي. يعني ده حبيب قلبي، ده ما اقدرش اتكلم. طبعا قصدك ان هو ما نجحش بره مصر، يعني النتائج او الظروف بره يعني ما ساعدوش عليه، لان هو خلي بالك كان مترشح لمنتخب البرتغال. يعني برضه مش هيرشحه حد لمنتخب البرتغال من الفضاء. وبعدين هو عمل اداء في الاهلي، لا اقنعنا. وخلي بالك الاهلي انا بعتبره حاجه غير افريقيا، او الاهلي غير اي حد. عشان تنجح مع الاهلي وتبقى مدرب البطولات، ناخد رايك انت عملت في الصيف ليه كده. ناخد رايك بس. لا انا عايز نتكلم على الكاميرون. لا عايزين نتكلم على الا ده ماشي يا كابتن، عايزين نتكلم على الكاميرون. انا شايف يا كابتن زي ما بقول لحضرتك كده، يعني انا برضو دي وجهه نظر انا، يعني وانا اللي اسال عنها، ان مش اي مدرب يقدر يتكيف او يتعايش مع الاجواء الافريقيه. خلاص ماشي، احنا هنحل الاشتباك ده بعد البرنامج، علشان الاستاذ ايمن محضر لنا حاجات كتير قوي عن مباراه الكاميرون ومصر. اتفضل. طبعا الناس كلها دلوقتي قلقانه من منتخب الكاميرون اللي هو
أدى أداء مبهر أمام المنتخب الغاني، بس الناس دايما بتحب تشوف اللقطة الأخيرة، ما بتشوفش من أول البطولة. طب ما تيجي نشوف بقى اللقطة الأخيرة اللي كان فيها نقطة القوة المنتخب الكاميروني. طب المنتخب الكاميروني لعب شوطين، الشوط الأولاني كان هو المتفوق تفوق ساحق، والمنتخب الغاني كان هو أقل ورجع حاول يرجع في الشوط الثاني. طب ما تيجي نشوف كمان المنتخب الكاميروني في عز قوته نقاط الضعف بتاعته، هل ده ممكن؟ ده ممكن. عندنا اول ست صور، لو يا ريت بس في الكنترول. يلا يا جماعه جاهزين معانا. الصوره يلا. الاولانيه او الصور الاولانيه هتورينا نقطه الضعف ما بين المنتخب الكاميروني، او الحاجه الاساسيه اللي موجوده عندنا في المنتخب الكاميروني نقاط الضعف. ادي اول صوره، احنا عندنا تشكيل المنتخب الكاميروني، في عندنا اويونجو، تيكو، نيجادو، فاي، دول خط الدفاع، اويونجو باك شمال، تيكو ونيجادو وفاي الباك اليمين، ديجوم وسياني الاثنين الارتكاز. الثلاثي الهجومي او الثنائي الهجومي اللي على الاجناب موكانجو وباسو جوج، وعندنا راس الحرب المتاخر زوا تحت انديب تيمبي. طيب تمام. عندنا تييكو وعندنا اويونجو، دول جبهه او دول قلبين الدفاع، ودي قلب الدفاع وظهير الجنب الايسر للمنتخب الكاميروني. طبعا احنا عارفين حاجه، في مصطلح في كره القدم اسمه الهاف سبيسز. يعني ايه الهاف سبيسز؟ اللي هي انصاف المساحات اللي بتتواجد ما بين المراكز اللي موجوده في قلب الملعب. طيب احنا عندنا اويونجو هنا، يعني غير ان هو مش مراقب كريستيان اتسو، لا ده هو كمان يعني هو شايف كريستيان اتسو بيتحرك وراه، كمان تيكو سايب المساحه كبيره جدا جدا ما بين اويونجو وما بين تيكو، يعني ما بين تيكو وما بين اويونجو ممكن يخترق فيها كريستيان اتسو بمنتهى السهوله. ادي الصوره رقم واحد موجوده. ده كان في مركز الدفاع الخاطئ بتاع الكاميرون، ده مين مسؤول عنه؟ هل هو الديفندر؟ مدرب. لا خلينا في وقفه في الصوره دي. في الصوره دي تيكو. تيكو طبعا تيكو. يعني لو انا اويونجو سرح شويه، لان طبعا هو اويونجو عمل ايه، فكر في حاجتين، هل موكانجو هيقدر يلعب على كريستا هاريسون افول ويعدي يعني منه فيحاول يغطي؟ تيكو ده هو المسؤول. طبعا تيكو هو المسؤول. طب انت عايز يخرج من العمق الدفاعي؟ انا مش عايز. بص يا كابتن، انت في الموقف ده لازم تيكو يقرب شويه. الاثنين اللعيبه دول مين اللي انت مش حاطط عليهم اسماء؟ اللي هم فين؟ اللي هو ورا اتسو، اللي ورا، اللي وراه، اللي ورا. ما هو اتسو ما بين اويونجو وما بين تيكو. تمام. اللي مع هاريسون افول تحت، اللي معاه الكوره ده موكانجو، الاثنين الارتكاز دول جوم وسياني، دول الاثنين الارتكاز. تيكو لازم يضم شويه، وسياني اللي هناك اللي على حدود منطقه الجزاء هو اللي يتقدم عشان يغطي منطقه عمق الملعب. لا انت لازم طبعا في اربعه لازم يترحل الترحيل ده. طب استاذنك معلش، انا كلامك مهم جدا، استاذنك معانا نجم ابو مسلم، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. ابو مسلم ازيك؟ الو ابو مسلم ازيك، عامل ايه؟ الو سامعني؟ ابو حميد منور الدنيا. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ طمنا عليك. طبعا على الهلال وعلى ايمن. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. وطبعا مبارك لك يا كابتن حميد على برنامج جديد، وشكرا لك التوفيق ان شاء الله في تقدم ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ان شاء الله تيجي معانا ضيف هنا تنورنا ان شاء الله. عايزك تقول لي في عجاله، عشان احنا وقتنا قرب خلاص يخلص مننا، وكويس ان احنا جبناك على التليفون، قول لي توقعاتك ايه وشايف الماتش ازاي؟ مصر والكاميرون طبعا. والله يا كابتن حميد الماتش صعب جدا، وزي ما كنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت اللي هي المنتخب بيمر بظروف صعبه جدا، عامل اصابه وعندك الملاعب مش كويسه وعندك في اصابات كتير جدا مبالغ فيها نتيجه ارضيه الملعب. فان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله في حلفنا الفتره اللي جايه، بالذات انت بتلعب كمان عنصر المنتخب الكاميروني عنده عنصر صغير في السن، عنصر كويس، عنصر قادر عايز يحقق بطوله، عايز يكتب تاريخ جديد، فتمام مواجهه صعبه جدا. فنتمنى ان شاء الله عوده الجيني طبعا اكيد، وعوده لو كوكا موجود برضك هيعمل فرق برضك، فنتمنى طبعا التوفيق الفترة اللي جاية. متفائل؟ والله متفائل طبعا جدا، وان شاء الله في ناس كتير، يعني ناس كتير الفترة اللي جاية شايفهم ان شاء الله في تقدم، يعني احمد فتحي شايفين حضري، الناس كلها المنتخب كله صراحة عمل اصعب، يعني كل واحد عمل احسن حاجة عنده. عارف طبعا لعيبتنا رجالة وقدها وقدود. طبعا والله المنتخب كله، انا انت عارف في افريقيا دي بالذات يعني عوامل صعبة جدا، درجة الحرارة، الملاعب، الاكل، التغذيه، الكلام ده كله انا شايف، انا حاسس باللعيبه كويس جدا، عشان كنا في الموقف دوت، فالناس كلها عملت كل ما وسعها، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا وخدنا البطوله، يبقى طبعا مصر كلها تفرح وتبارك لها. نفس البطوله طبعا نستقبل طبعا منتخب احتمال الابطال، ما فيش اي حاجه، وان شاء الله هنعمل في الجديد طبعا. كده كده فخورين بمنتخبنا ابو مسلم، بس ان شاء الله يبيعونا بالكاس ان شاء الله. ابو مسلم احنا وقتنا معلش للاسف بيخلص، ان شاء الله بعد البطوله اجيبك هنا معايا وتنورنا، ربنا يخليك، متشكر جدا.
اتفضل. زي ما احنا كنا بنتكلم على الصوره رقم واحد نرجعها تاني، يا ريت اويونج وتيكو المساحه او الهاف سبيسز ما بينهم موجوده كبيره جدا، ودي بتخلق مشاكل للمنتخب الكاميروني زي ما احنا قلنا. ده كان في الشوط الاولاني اللي هو في عز جبروت او تفوق المنتخب الكاميروني على المنتخب الغاني، كان عنده خطا فادح. انا كان عنده مش خطا واحد، احنا عندنا اخطاء النهارده، يعني بكلمك على الخطا. خطأ ده خطا كبير جدا طبعا. فانا قصدت ان انا اجيب الاخطاء حتى في عز تفوق المنتخب الكاميروني. خطا متكرر يعني؟ طبعا هنشوف في الـ في الـ في الكرات بعد كده. هنا ده خطا الاولاني اللي هو كان موجود، ان كريستيان اتسو بيبتدي يهرب او يونجو كان بيبقى فاتح قوي بشكل كبير وتيكو موجود. طبعا ممكن زي ما حضرتك بتقول ممكن تكون انت عايز ترمي اللوم شويه على جوم، بس جوم بالزبط. جوم يعني انا يعني في بدايه الهجمه افول كان معاه موكانجو ويونجو معاه اتسو، فما ينفعش ان انا بعد ما واحد هرب مني ولسه موجود في السبيس بتاعتي او موجود في المربع بتاعي ان انا يعني اسيب اللوم بتاعي او اسيب مسؤوليتي والقيها على الزميل بتاعي. لكن تيكو اللي هو موجود في منطقه الجزاء المفترض ان هو يضم شويه على الاقل لو هو او حتى ينبه يونجو الخطا دوت، عشان خاطر هو كده متكرر، فانا حملته للمدرب. المدرب مش قادر طبعا يشوف. لو متكرر طبعا المدرب بيشيله، لكن اللقطه دي تحديدا احنا بنعلم الـ 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 المكان الناس اللي موجوده في المكان، لان انا من انصار ان انا ما بربطش اللعيب بمكان. اكيد طبعا ما بربطش المكان، اسف، ما بربطش اللعيب المكان بلعيب. يعني مش هينفع اقول ايه ده السردباك بتاعي او المساك بتاعي اسمه كذا، لا، اللي بيجي في المكان بيبقى هو المساك بتاعي. بالظبط، انا قادر اوصلها لك. طبعا. فما ينفعش ان انا اطلع العمق الدفاعي بتاعي، لان كده كده هم الفريق الثاني بيلعب على ان هو عايز يجيب فيها جون، هيجيبه من العمق الدفاعي بتاعي. فانا دايما بقول ايه، القريب من اللعيب يروح له. نقطة صغيرة بس كده، ان المنتخب لو تفتكر حتى في بداية حديثنا في بداية البطولة، المنتخب الغاني في عدم وجود اسامواه جيان جوه منطقة الجزاء ضربات الراس كلها مش موجودة. انا معاك، فعشان كده انا كنت بقول ان تيكو كان ممكن يقدر يضم شوية. نشوف بقى الصورة رقم 2. يلا يا جماعة، ادي الصورة رقم 2، عندنا الكرة اتلعبت من طويلة من وراء يونجو، تيكو هنا هو الضم بشكل جيد. طب نشوف بقى الجنب الثاني، هنلاقي ان فاي ونيجادو اللي هم عليهم الخط الاصفر برضه الهاف سبيسز كبيرة جدا. لو جوردان ايو بس حاول ان هو يتقدم خطوتين لقدام وبعد كده رجع، ولا ده لو اتقدم خطوتين لقدام نيجادو هيروح خالص معاه، هيروح في عمق المنطقة وهو يسحب الكرة على الجزء البعيد. فبالتالي يقدر يخطف كون لو كرة كملت. فمعنى كده ان احنا عندنا خطا متكرر ما بين قلب الدفاع والظهير الايسر وقلب الدفاع والظهير الايمن، فانت كده عندك مشكله في الرباعي الدفاعي. نكمل الصوره اللي بعديها، هنا برضو نفس الموضوع، الكره دي بقى كره طويله، يعني الكره هنا هو كمان طويله جايه من نص الملعب تقريبا. كريستيان اتسو كان فاتح على عمق المنطقه، واحنا شايفين الصوره كره متشعلقه فوق. يونجو وتيكو فاتح مسافه بشكل كبير جدا. تيكو المفترض انك انت تبقى قريب جدا، لان انت لو انت هتشوف مثلا ان يونجو هنا كانه هو اخر لاعب في خط الدفاع. بالظبط، فانت هنا عندك مشكله في فهم اللعيبه. اذا كنت انت لو انت هتتحرك مع الكره الطويله كأويونجو لازم تيكو يكون ضامن معاك، ولازم نيجادو بالظبط، ولازم نيجادو يكون موجود، هو كمان موجود في قلب الدفاع يضم كمان عشان خاطر يعمل المساحه دي. نشوف الصوره الثانيه. طب خلينا لو عندك تعليق يا بلال على الجزئيه دي. انا من وجهه نظري شايف بكره كابتن اللي احنا يعني رباع الدفاع، خلينا على الجزئيه دي وبعد كده هقول لك اتكلم براحتك. يعني خلينا شايف ان الخطا ده متكرر، الخطا ده ممكن يستفيد منه المنتخب المصري. انا من وجهه نظري بكره كابتن مع سرعات صلاح ولازم من وجهه نظري ان رمضان لازم يبقى موجود في البدايه من اول ماتش، هنقدر نستغل الاخطاء دي كويس جدا، وهنقدر نصنع خطوره بسبب ان دي مش اول مره الاخطاء دي تتكرر من بدايه البطوله. ايمن طبعا يعني الخطا ده متكرر ومفيش تدخل فني منه، فبالتالي وطبعا بالتاكيد مستر كوبر والجهاز المعاون يعني فاهم ده كويس قوي ودارس ده كويس جدا. انا من وجهه نظري شايف ان احنا هنقدر مع سرعات صلاح وتريزيجيه ورمضان هنقدر نستغل ده، وهيبقى نقطه ايجابيه لينا ان شاء الله. الصوره الرابعه بقى، نشوف الصوره الرابعه برده نفس الخطا هنا. بص هنا نفس الخطا، في عندنا تيكو وعندنا يونجو فاتح جدا ومراقب كريستيان اتسو. هنا الارتكاز مبارك وكاسو المفترض ان هو بيهرب ما بين في المسافه اللي ما بين تيكو وما بين اويونجو. هنا بقى مسؤوليه الارتكاز. بس انا بشوف كمان ان وقفه بين الدفاع موجوده فيها خطا كبير جدا. انت المفترض انك انت ما انت لا بتضغط ولا قافل مساحات. يعني انا ممكن كنت اقبل ده لو مثلا موكانجو ضغط شويه على هاريسون افول فقافل زاويه التمرير. لكن هنا موكانجو اللي هو موجود قدام هاريسون افول مباشره مش ضاغط عليه، مش قافل زوايا التمرير، وكمان في عندك خطا
في التمركز ما بين تييكو وما بين اويونجو، فبالتالي ده خطا مهم جدا. ده هنا ممكن يكون ده دور عبد الله السعيد، ان انا المحمدي يلعب الكره مثلا كره زي دي، والمحمدي يبتدي يتحرك عبد الله السعيد يبتدي يتحرك حوالين منطقه الجزاء عشان يخترق في الكره دي. ده كمان في عندنا حاجه تانية، ان كريستيان اتسو اللي هو مراقب من اويونجو، بمجرد الكره دي ما تتلعب هيبقى عنده فرصه مثاليه ان هو يضرب اويونجو بالكره، لان اويونجو بمجرد ما هيشوف الكره رايحه ناحيه العمق هيبص دايما وراه، اول ما هيبص وراه اتسو هيقدر يسرق المساحه. ودي حاجه تكتيكيه لعبه الوان سري المعروفه دايما في العالم كله، اللي هي بتبقى موجوده ما بين الجناح وظهير الجنب وصانع الالعاب. انا حاسس ان انت في بينك وبين تيكو حاجه يعني. لا خالص يعني ما فيش حاجه. ده حبيبي ده حبيبي. كمل الصوره اللي بعدها. يلا يا جماعه، هنا كمان بقى خطأ كارثي. ده كارثي كارثي. انا عايزك بس مش عايزك تبص للتنظيم الدفاع، انا عايزك تبص اويونجو. اويونجو بص باصص فين وتيكو باصص فين. الاثنين باصين بعيد عن الكره تماما، يعني ملهمش علاقه بالكره. واحد مغطي الاوفسايد كمان واحد يعني ده لا ده تيكو راس الحربه اللي هو جوردان ايو اللي هو سارق عند نيجادو. ده كان مع تيكو. تيكو سابه وعمال بص على الكره اللي ما بين في عمق الملعب اللي ما بين الاثنين الارتكازات بتوع الكاميرون. واويونجو باصص كمان عليهم وسايب كريستيان اتسو يتحرك عادي، يعني هما اثنين باصين لقلب الملعب وسايبين المهاجمين يتحركوا وراه. يعني الكره دي لو فيها حظ المنتخب الغاني بس ثرو باص في اي مساحه فاضيه هيبقى انفراد تام لمنتخب الكاميرون. ده متهيألي ده جوردن ايول اللي هو جوردن ايول اللي هو ناحيه راس الحربه واللي في العمق. ثرو باص جون على طول. ولو ما خدهاش اتسو بسرعته هياخدها منه. احنا جبنا ست لقطات باوضاع مختلفه في الكرات الطويله وفي الكرات اثناء عمليه الكلام ده بكره بناء الله باذن الله ان شاء الله. يعمل شغل وتريزيجيه يعمل شغل من ناحيه الشمال، رمضان يعمل شغل، يا ريت يعملوا كده. انا كنت قاصد ان انا اجيب اللقطات ديت كمان في المنتخب في عز جبروت المنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني كان مسيطر تماما على الشوط الاولاني في الشوط الاولاني، فهو عنده نقاط ضعف. لا عنده نقاط ضعف، احنا بس عندنا المشكله عندنا بس في الجزء البدني. طب تعالى نشوف نقاط القوه الخاصه بالمنتخب الكاميروني المختصه بموكانجو، ونشوف قد ايه هوجو بروس اللي هو المدرب المنتخب الكاميروني كان جيد جدا في فكره ان هو يستغل موكانجو صانع الالعاب الصريح اللي هو رقم 10، انه يحطه في الجناح امام اويونجو ويلعب بزوا وانديب تيمبي الاثنين روس حربه، بس زوا بيتحرك شويه تحت تيمبي عشان خاطر يخلق شكل هجومي اقوى للمنتخب الكاميروني، رغم ان هو بيسجل اهداف او سجل اهداف فاغلبيه تسجيل اهداف سواء من تسديد من خارج المنطقه. لو احنا عايزين نعرف بس الاهداف بتاعه هنلاقيه اللي هو نيجادو اللي هو قلب الدفاع، لعب ارتكاز قبل كده امام غينيا بيساو وبيلعب قلب دفاع بعد كده في المنتخب الكاميروني، واللي هو جاب الجون الاولاني للمنتخب الكاميروني امام المنتخب الغاني. نشوف الصوره رقم 7. طب عندك تعليق قبل ما نروح؟ انا شايف يا كابتن بس يعني اللي احنا خلينا نرجع تاني يا جماعه، نرجع بس ثانيه، نرجع اللقطه اللي فاتت. بعد اذنك. لقطه زي دي يا كابتن لو قررت بكره شايف ان احنا يعني هتبقى ايجابياتها في ال 1 1 3 او اللعبه السريعه اللي انا مثلا لازم استفيد. شايف المساحات يا كابتن اللي ورا دي في الامام اللي ورا تمام. دي لو موجوده بكره هتسهل جدا من عمليه المنتخب المصري. صلاح هيظهر بمستوى اللي احنا منتظرين منه، يعني صلاح في المساحات بيقدر يتفاعل ويقدر يستغل المساحات كويس جدا، سواء صلاح او تريزيجيه مع واحد بصير كويس جدا زي عبد الله السعيد او زي رمضان صبحي اللي بيقدر يعني بلغه الكره كده يخلخل الدفاع. مع اللقطات اللي زي دي هتدي الافضليه للمنتخب بكره، ونتمنى ان ده يبقى موجود بكره في الفريق. حمد هيعمل شغل جامد بكره لو في مساحات زي كده، بيعمل الكروس باص لصلاح هو حافظها. ده متوقف على هيكتور كوبر يا كابتن عبد الحميد، لان سيفين جوران اريكسون كان من ضمن مميزاته لما كان بيدرب لاتسيو في حقبه التسعينات ان هو مدرب بيعرف يوظف او بيمتاز بتوظيف خصائص لاعبيه بشكل جيد، بيستفيد منها بدرجه عاليه. يعني انت المفترض بكره ما يبقى بمجرد ما تقطع الكره، ودي هتبقى مهمه جدا للمنتخب المصري بكره، لان المنتخب الكاميروني دايما بيهاجم باويونجو وفاي الاثنين بيطلعوا على حدود منطقه الجزاء، يعني ظاهرين الجنب بيتحولوا لاجنحه بسرعه جدا من حاله الدفاع لحاله الهجوميه بصلاح وتريزيجيه. لا انا بالتالي لا انا مش عايز اعمل كده فقد الكرة. طبعا فانا عايز مجرد انك انت لما تيجي تخلص الكره يبقى انت عندك جمله متفق عليها، اول ما واحد هيجي يستلم الكره في عمق الملعب لازم واحد يظهر له عشان خاطر يقدر يستلم الكره بشكل جيد، والتاني يكون بيجري في المساحه الخاليه اللي هو صلاح او تريزيجيه. بالظبط كده. يعني عبد الله يستلم الكره مثلا من طارق، لو طارق عليه ضغط لازم اكون انا عندي حلين. الحل الاولاني ان طارق هيرسل الكره مباشره، يا اما الحل الثاني ان طارق وهو بيستلم الكره لازم عبد الله يكون عنده السكند ستيشنز او المحطه الثانيه عشان خاطر يبتدي ياخد الكره وبعد كده يرسلها لتريزيجيه او صلاح عشان الكره توصل بشكل فيه فعاليه. لان مشكلتنا في الهجوم المرتد الفترات اللي فاتت ان ما كانش فيه فعاليه في الهجوم المرتد نظرا للبطء
في نقل الكره من الدفاع للهجوم، ونظرا للحاله الدفاعيه البحته اللي احنا كنا بنعملها. اكيد طبعا الحاله البدنيه بتاعتنا بتنزل، أكيد طبعًا. انت بتعمل مجهود دفاعي يعني مش طبيعي. يلا نشوف بقى مكانجو بقى نقاط القوه الخاصه بالمنتخب الكاميروني. طبعا بس جوج لاعب ممتاز وجيد وكل الكلام ده جميل جدا، ما فيش مشكله. لا دي احنا كده رجعنا، احنا هنطلع لقدام، مش هنرجع تاني يا جماعه. بس انا لقيت ان مكانجو، توظيف مكانجو أيوة. بالنسبه لي كان هو الافضل والاهم للمنتخب الكاميروني. هوج بروس اللي هو المدرب المنتخب الكاميروني وظف مكانجو. مكانجو اللي هو موجود على الطرف ده اشبه بعبد الله الصعيدي اللي موجود عندنا في المنتخب. انت حطيته على مركز الجناح، بس انت لما تيجي تحط في فكره 4-4-2 انك انت توظف اثنين رؤوس حربه وتجيب صانع الالعاب تحطه على مركز الجناح، لازم رؤوس الحرب عندك يتحركوا. انت عندك هنا مكانجو مع اويونجو الاثنين هجوميين بشكل جيد جدا. اويونجو بيبتدي يلعب الكوره في مساحه لمكانجو اللي بيبتدي يعرف يسرق مساحات بشكل جيد، وبياخد دايما المدافع ورا ظهره وبيبتدي يتقدم. دي كوره بتبين ان احنا هنا تقريبا الكوره اول ما بتتلعب من اويونجو لمكانجو، مكانجو بيبتدي يكمل الكوره لغايه عمق منطقه الجزاء وبيلعبها بالعرض. طبعا عندك ميزه هنا ان مكانجو ما دام نجح في ان هو يكون بيلعب او يؤدي اداء دور الجناح بشكل جيد، هتقدر هنا تستفيد من الاثنين رؤوس الحربه اللي موجودين. عشان كده احنا هنلاقي ان زوا وانديب تامبي وعندنا باسوجوج الاثنين الثلاثه الثلاثي في منطقه الجزاء على ثلاثه بس من الدفاع الغالي. فدي ميزه لما انت تقدر تحول صانع الالعاب الى جناح او للاعب يقدر يقوم بمواصفات الجناح. عندنا مكانجو دي في الصوره الاولانيه، نشوف الصوره الثانيه. يلا يا جماعه، هنا مكانجو ابتدى يتصرف بشكل جيد جدا. مكانجو شاف ان الكوره ممكن ما تبقاش كوره عرضيه شكلها مؤثر، لان انت عندك زياده دفاعيه في منطقه الجزاء للمنتخب الغاني، عندك 4-2، فخلى استغل ان المنتخب الغاني هيبقى متصور ان اويونجو هيكمل معاه في الهجمه، واختار ان هو بعد ما وقف على الكوره انه يمرر الكوره لعمق منطقه الجزاء او على حدود منطقه الجزاء عشان خاطر التسديد. فهنا مكانجو لعب دور صانع الالعاب من طرف الملعب. الصوره اللي بعديها، طب خلينا نقف عند الصوره دي علشان بلال ممكن خلي بالك هيضربنا انا وانت دلوقتي. لا خالص. بلال شايف الاحصائيات والتواريخ والتاريخ وكل الكلام ده ممكن ياثر على ماتش بكره؟ والله يا كابتن انا شايف ان احنا الكاميرون بعوض مصر لاعتراء منصات التتويج، فانا اتمناها بكره باذن الله ان شاء الله تبقى ماشيه كده. يعني مثلا احنا خدنا البطوله من الكاميرون سنه 86 وسنه 2008، نتمنى اللي هو ده ان العقده بتاعتنا تستمر عند الكاميرون. يمكن لو رجعنا للاحصائيات يا كابتن هنلاقي ان احنا لعبنا الكاميرون 26 ماتش، مصر كسبت 15 ماتش، ده طبعا رقم كبير جدا، والكاميرون كسبت 5 وتعادلوا في 6 مباريات. تؤمن بالاحصائيات؟ طبعا. انا يعني نفسيا يا كابتن انا بتكلم على وجهه نظرا. الاحصائيات كانت بتقول ان المغرب عقده بالنسبه لنا واحنا كسرنا العقده. انا بالنسبه لي من وجهه نظري الافضليه او كده بيبقى انت مثلا نازل في ماتشات كتيره يا كابتن نفسيه يعني انت من جواك حاسس ان انت نازل ليت انا ايه يعني منتخب القانون خلاص انا وصلت للنهائي. اللعيبه من جواها ناس كتير جدا مستنيانا نرجع بالكاس عشان نفرح ناس. كل دوت مع الحاله النفسيه للعيبه، مع انت بتبقى وانت ناس كده يا كابتن بتحس من جواك ان انت راكب الماتش او اللي انت التاريخ في صفك شويه. فنفسيا بتبقى مرتاح. هتنزل هتأدي هتلعب باذن الله ان شاء الله. نتمنى ان مسلسل الاحصائيات يبقى في صف في المنتخب الوطني عشان نسعد الناس اللي هي مستنيه اللي تفرح. يعني ممكن لاعبتنا يفكروا في حاجه زي كده بكره وهم نازلين؟ بالتاكيد يا كابتن لاعبتنا بتفكر دايما. احنا شعب عاطفي، يعني الشعب المصري عاطفي، سواء بقى لعيب كوره، فنان، دبلوماسي، اي حد في الدنيا العاطفه دي عنده بتبقى موجوده. فانا بفكر قد ما انا بفكر ان انا ابسط نفسي ببقى دايما من جوايا اللي انا عندي هدف ان انا ابسط كل اللي موجودين عندنا. يلا نشوف الجرافيك بقى الاخير. يلا. بقى عشان خاطر لو عشان مش هنعرف نكمل الصور نكمل الجرافيك. نتكلم. يلا نعمل الجرافيك الخاص بالمنتخب الكاميروني. الفيديو ده مكانجو تمام برضو بيقدر يستلم الكوره بشكل في مساحات واسعه ويقدر يتخلص من الرقيب بتاعه اللي هو كان هاريسون افول. نكمل الصوره اللي بعديها. هنا تامبي وزوا الاثنين اتحركوا في منطقه الجزاء او على حدود منطقه الجزاء. مكانجو طبعا دخل من الطرف العمق منطقه الجزاء وقدر انه يصنع جمله الوان 3 ويستغل رغم الكثافه العدديه للمنتخب الغاني اللي فيها تقريبا 8 لعيبه، لكن انت قدرت تعمل الجمله بتاعتك. فاضل بقى الجرافيك. طب نجيب الجرافيك يا جماعه. يلا نكمل بقى، نبتدي نكمل. تمام، هنا ده صناعه الهجمه، دي صناعه الهجمه اللي بتبقى موجوده من المنتخب الكاميروني. نكمل مفيش مشكله خالص. هنا زوا هنا اللي عليه الهايلايتس فوق الابيض بيبتدي يتحرك كتير ما بين الخطوط. انت بتعتمد على كره طويله بتفضي المساحه، بس وجوك بيبتدي يخش من طرف العمق منطقه
وسط الملعب ويبتدي فاي يتحرك ناحيه الطرف عشان خاطر يلعب الكره. دايما بتبقى الكرات اغلبيه الوقت على الكره على العارضه القريبه، لكن الخطوره الحقيقيه اللي بتبقى موجوده للمنتخب الكاميروني لما الكره بتتلعب على العارضه البعيده نظرا للاطوال اللي بتبقى موجوده للمنتخب الكاميروني، ومن هنا ممكن يقدر يصنع الخطوره. ده احنا اللي بنعمل كده دايما، احنا اللي بنعمله في الناس هيتعمل فينا. يعني ما ينفعش. لا طبعا يعني طبعا يا كابتن، يعني بصراحة يعني أيمن أنت دايما يعني بتجيب لنا حاجات مهمة جدا، والحاجات الأخطاء اللي عند المنتخب الكاميروني الدفاعي دي حاجة مهمة جدا، يعني يا رب يكونوا بيتفرجوا عليها حاجة إن شاء الله بإذن الله يكون عندهم حاجات أحسن من كده كمان، وإن شاء الله بإذن الله يكون النصر حلفنا بإذن الله بكرة. يعني الوقت برضو خلص للأسف، أنا بشكرك أستاذ بلال نورتنا، بشكرك يا أيمن ودايما معانا كده وتساعدنا بحاجاتك الجميلة وآرائك الجميلة وفيديوهاتك الجميلة. ربنا يخليك. يعني وقتنا خلص للأسف، بس معانا لسه النجم الكبير شادي محمد بعدي على طول، ومعاه نجمين كبار، معاه كابتن احمد سليمان والكابتن هاني سعيد. استنوه ما تروحوش لبعيد، مستنيينكم بالكاس. منتخبنا كبير، اوعوا تفتكروا ان وراكم واحد بس، مفيش وراكم واحد، مفيش وراكم اتنين، مفيش وراكم مليون، وراكم ملايين كتير قوي. مع السلامه.